وحش افريقيا طبعا شريف كرامي برضو من اللاعبين اللي خدوا قرار بالرحيل عن النادي الاهلي، موقفه مختلف شويه عن حسام عاشور. الاثنين عقدهم بيخلص مع نهايه الموسم، لكن اكرامي بالتحديد هو اعلن من اسابيع ان هو هيمشي من النادي الاهلي مع نهايه الموسم، لان عقده بينتهي وهو بحث عن فرصه لعب بشكل اساسي. احنا عارفين بقى يعني شريف بقى له سنتين ما بيلعبش بشكل اساسي، الشناوي ماشي كويس بيتالق، ولو شريف كان لعيب كان هيمشي كويس وهيتالق، الاثنين بقدرات عاليه جدا في الحقيقه، لكن دايما المركز ده بيبقى حساس شويه، اللعيب اللي بيلعب او الحارس اللي بيبقى موجود بيبقى فيه حرص كبير قوي على ان هو يستمر في حراسه المرمى عشان يحافظ على مستواه الفني والذهني في هذا المركز الحساس تحديدا، ما بيبقاش فيه تغييرات كتير. فبالتالي شريف اكرامي يحسب ليه في الحقيقه ان هو قاعد سنتين في النادي الاهلي، هو ده دوره كقائد في الحقيقه ان هو يكون موجود ويآزر ويدعم، ووقت الحاجه ليه يكون موجود، لو محتاجه المدير الفني انه يلعب بيلعب كلام من ده، لكن في نفس الوقت هو خلال السنتين اللي فاتوا دول ما بصش لمصلحته، ما بصش لقدراته امكانياته الكبير ان هو كان ممكن يطلب ان هو يلعب، كان ممكن يمشي من بعد اول سنه مثلا، انا ما بلعبش لا انا همشي، لا هو كان حريص اشد الحرص على مواصله مشواره مع النادي الاهلي، لكن جت او جه الوقت اللي هو شايف من وجهه نظره ان هو لازم يمشي ويلعب بقى. اولا التقدم في العمر بالنسبه لشريف اكرامي، رغم ان الحراس دلوقتي يعني شريف هيتم تقريبا 37 سنه، الحراس احنا بنشوف حراس بيقعدوا ل 40 واكثر من 40 سنه، يعني لسه قدامه شويه طبعا. فبالتالي ده قرار يحترم بالنسبه له، مرتبط جدا هو اكيد بالنادي الاهلي شريف اكرامي، لكن في نفس الوقت عنده رغبه انه يلعب، رغبه انه يثبت للجميع ان قدراته زي ما هي بنفس الامكانيات بنفس التالق اللي كان عليه قبل ما يبقى بديل يعني في النادي الاهلي في مركز حراسه المرمى. فبالتالي اكيد نتمنى له كل التوفيق، شريف اكرامي نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي، وفي الحقيقه الوضع صعب قوي، يعني انت دلوقتي بتفقد اثنين من كباتن الفريق، اثنين انت دايما بتلجأ لهم في مواقف مهمه، اثنين بيبقى ليهم دور فعال في توجيه اللاعبين خصوصا اللاعبين الجدد على النادي، اللاعبين صغار السن بينقلوا لهم خبراتهم، وهم اكيد قاموا بالدور ده على مدار الفتره اللي فاتت، لكن ساعات وهي دي كره القدم وهو ده عصر الاحتراف اللي احنا فيه، بنبقى متعاطفين جدا مع لعيبه بنحبهم قوي، لكن في نفس الوقت الاحتراف هو كده، العالم كله كده، وانا عايز اجيب لحضراتكم اكتر من مثال، وابرز اثنين ارتبط بيهم جمهور برشلونه انيستا وتشافي. جه الوقت ان تشافي خلاص قال انا مش هقدر اكمل في اوروبا بمستويات عاليه زي دي، فانا هروح قطر مثلا العب في السد القطري، وحصل وراح تشافي واعتزل من سنه تقريبا او اقل. انيستا موجود في الدوري الياباني بعد فتره من اعظم اللعيبه في العالم، من اعظم اللعيبه في تاريخ برشلونه، لكن الاحتراف عامل السن اكيد ليه دور، وهي دي سنه الحياه. فبالتالي بكل تقدير واحترام الاثنين مشوا وكل واحد شاف طريقه، لكن في نفس الوقت بيفضلوا مرتبطين ببرشلونه، ده بالتحديد فيما يتعلق بتشافي وانيستا. نفس الحال بالنسبه لنجوم كبار في تاريخ النادي الاهلي زي شريف اكرامي وحسام عاشور. فبالتالي رغبه اكرامي اكيد تحترم، نتمنى له كل التوفيق يا رب باذن الله، ويعود للمنتخب من خلال النادي الجديد اللي هو رايحه، للناس كلها يعني بتقول في اتجاه نادي معين، نتمنى له كل التوفيق ايا كان هيلعب فين، لانه اسطوره من اساطير النادي الاهلي في حراسه المرمى، ولاعب ساهم في بطولات كتيره جدا مع الفريق في الحقيقه، وشخصيه قياديه مميزه. المؤكد ان سواء حسام عاشور او شريف اكرامي اكيد هيبقوا احدى الكوادر المميزه للنادي الاهلي مستقبلا، سواء في الجانب الاداري او الجانب الفني، وهي دي المكتسبات اللي بيكتسبها النادي الاهلي من ابنائه زي الاثنين دول، زي شريف اكرامي وزي حسام عاشور. فاكيد كل الشكر لاكرامي كمان، واكيد كل التوفيق والدعم ليه، وهيفضل ايضا مرتبط بالنادي الاهلي وجمهوره، والمعطيات في الحقيقه الفتره اللي فاتت كلها كانت بتقول كده، واحنا كنا بنتابع مع حضراتكم، لكن دايما احنا كنا ملزمين ان احنا نتكلم بالجانب الرسمي في الاطار الرسمي لما تخرج قرارات. لو تفتكروا من كام يوم احدى العناوين كانت معنا في الجرايد واتقال ان شريف اكرامي خلاص مش في النادي الاهلي، ده كان حقيقي، قلنا لحد اللحظه دي شريف اكرامي بره النادي الاهلي في انتظار الجلسه اللي هي كانت امبارح، اتعملت الجلسه وتم الاستقرار على موافقه المسؤولين في النادي الاهلي على رحيل شريف اكرامي. هو اكيد اضافه فنيه، لكن في نفس الوقت هو حق الراجل ان هو يلعب، وحقه ان هو يكون متواجد، وحقه ان هو يرجع منتخب مصر، لان هو يستحق بامكانياته وقدراته، وهو ده مركز حراسه المرمى للاسف يعني. فشكرا حسام عاشور، وشكرا شريف اكرامي، كل التوفيق والدعم ليهم، واكيد شكرا للمسؤولين في النادي الاهلي في كيفيه التعامل المميز مع الاثنين لعيبه. مع الاثنين لعيبه التعامل كان معاهم مميز جدا جدا، سواء مع حسام عاشور او مع شريف اكرامي. في بعض اللاعبين ممكن انت خلاص عقده بيخلص اخر موسم سيبه كده، لا افتح معاه تجديد ولا عدم تجديد ولا كام من ده، لا
انا قعدت معاهم يا جماعه الامور كذا، الوضع كذا، وجهه نظر المدير الفني، لاعب او حارس كان بيرغب في الرحيل، لاعب اخر كان يتمنى اكيد ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، لكن قرار مدير فني يجب ان يحترم، وده سيستم النادي الاهلي اللي متعودين عليه دايما، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ايا كان هيكونوا موجودين فين خلال الفتره اللي جايه. ده فيما يتعلق بشريف اكرامي وحسام عاشور نجوم النادي الاهلي والمستمرين معنا لاخر الموسم، وان شاء الله الموسم الجديد يكونوا متواجدين في انديه اخرى، وان شاء الله هنفضل متابعين ومشجعين ليهم بكل تاكيد بعد النادي الاهلي.